كلام يعني مجموعة من الأعضاء كويسين جدا بصراحة، وفي نفس الوقت برضو يعني ما كانش حاجة إجبارية، وكان كله قدام الشعب وكله شايف، وحاجة معلنة مش حاجة من تحت يعني مستخبية. شايف إن مش بتمثل كل أطياف المجتمع بنسبة كبيرة، يعني اللجنة ممثلانا احنا مش ممثلة حد. كل اللي في لجنة الـ50 كله شغل نظام أحزاب، وكل واحد بيدافع عن مصالحه بس. أداء اللجنة كويس، مفيش أي حاجة أي مشاكل فيها. طلعنا على نص الدستور امبارح 100 100، لسه النص التاني النهارده نعرفه. والله لحد دلوقتي في مغوزات كتير عليهم، يعني مثلا زي في دلوقتي الإعلام كله بيشير إن احنا لازم نقول بنعم. ليه لازم نقول بنعم؟ ما نفهم الأول وبعدين نقول أه أو نقول لأ. طب لما يقولوا روح صوتوا، اللي يقولوا الشعب روح صوتوا على الدستور، يقولوا نعم أو لأ. هقول نعم على ايه واقول لا على ايه؟ يطلع ناس في القناه يفهمهم ايه المواد اللي هي كانت غامضه عليهم عشان الكل يبقى عارفها، تبقى في شفافيه واضحه. يعني اهم حاجه عندي اللي يمسك البلد يعرف يعيشني. طلعت في دماغي وهم زمايلي بيعرضوا التقرير اللي بيتكلم عن دساتير مصر من سنه 1882 لغايه النهارده، الاغنيه لما بتقول دساتير دساتير نقول لسه والشعب دماغه مش حاسه. انت بتعمل دساتير والناس يقول لك انا مشكلتي مش في الدستور، انا مشكلتي في الميه، اسقي الزرع، مشكلتي في العيال تروح المدرسه، الاكل، الشرب، و الى اخره. بشير، الدستور ده اللي هم عملوه او التعديلات، يعني لو جالنا فرعون، لو جالنا حاكم مستبد، هل الدستور ده يقلل من تأبيد السلطة وتركيز السلطة وتزوير السلطة للانتخابات، ولا الموضوع يعني الدستور ده بنشرب ميته واللي عايز يحكمنا يعمل فينا اللي هو عايزه؟ يعني حتى هذه اللحظة لم تنتقل السياسة من الشارع إلى المؤسسات، ولم نتحرر من السياسة الموازية. أنا أعتقد أن الرئيس القادم هيعمل 1000 حساب للشارع والميادين أكتر من الدستور والمؤسسات والرقابة والفصل بين السلطات والمحاسبة والشفافية وكل هذه الأمور. يعني أعتقد أن أقوى رقيب على من هم في السلطة هم الشارع والميادين بالأساس. ولكن الدستور لم يمنع مبارك من أن يكون ديكتاتورا أو متسلطا. الدستور لم يمنع الرئيس مرسي من ارتكاب تجاوزات أجهزت على حكمه وهو لا يزال في المهد. وبالتالي لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة من النضج السياسي واحترام النصوص الدستورية بالشكل اللي ممكن يخلي في ردع لأي مسؤول في الدولة حتى ولو كان الرئيس أن يفكر 1000 مرة قبل ما يخدم على أي تجاوزات. وإحنا عندنا سمة في المجتمع المصري فكرة عدم احترام القانون أو عدم الالتزام بالقوانين والتفنن في التحايل، لدرجة أن التحايل على القوانين والدساتير هو من قبيل المهارة اللي البعض بيسميها ثقافة الفهلوة. إزاي تستطيع بمهارة؟ عشان كده الفساد في مصر كان مقنن وممأسس. يعني النهاردة أنت بتحاكم مبارك هيطلع براء، وشركائه يطلعوا براءة، وأولاده يطلعوا براءة. لماذا؟ لأن الفساد اللي كان بيمارسه مبارك وأولاده كان مقننا ومؤسسا. بمعنى أنك لو عاوز تمارس نوع من أنواع الفساد بتجيب خبير قانوني يفصل لك قانون يعمل لك كفر أو يعمل لك مظلة تقدر من خلالها أنك تمارس هذا الفساد بشكل آمن وتام. عشان كده لحد النهاردة أنت مش قادر تمسك قضية فساد مكتملة الأركان تقدر يكون فيها أدلة دامغة تدي أحكام بناء عليها. مش عارف طلع قانون عدالة انتقالية يحاسب الناس على فساد ما قبل يعني 2011 بالضبط. فإحنا عندنا مشكلة في التعامل مع القوانين والدساتير. أنه لا أتصور، أنا أأمل طبعا أن هذا الدستور يخيب الأمال وأنه يغير فكرتنا عن القوانين والدساتير، يخيب التوقعات السلبية ويحقق الأمال اللي الناس مبسوطة اللي الناس بتطلع عليها طبعا. يعني ولكن المسألة بيتطلب تدريب سياسي بيستغرق وقتا. فكرة برضو التوعية، يعني المواطن النهاردة زي ما حضرتك قلت من شوية بيهمه رغيف العيش، بيهمه أنبوبة البوتاجاز اللي وصلت 50 جنيه و60 جنيه ومش لاقيها، أكتر من مسألة الدستور والغرف المغلقة اللي عملت ناقش مثل هذه الأمور. لو إن المواطن حس بالعلاقة أو اكتشف العلاقة ما بين اللي بيحصل في الغرف المغلقة من دساتير وقوانين وما بين رغيف العيش، أعتقد إن إحنا هنقدر نحقق الوعي المطلوب. لابد من توعية المواطن بهذا الدستور. هل عندنا مدة زمنية كافية وعندنا برنامج للدعاية والتوعية كافي لإن المواطن يتعرف على هذا الدستور بشكل واضح؟ بعض الدول زي ما حضرتك عارف يا دكتور معتز ممكن تخلي استفتاء على الدستور فصول فصول او مواد مواد، ما يبقاش كله مره واحده او باكج واحده عشان الناس تعرف ما يعني هذا الدستور، خصوصا ان انت عندك كان عندك مواد خلافيه حتى اللحظه الاخيره لم يكن متفق عليها، وفي مواد احيلت لرئيس الجمهوريه يعني تلافيا او تجنبا لوجود خلاف او بسبب عدم التوافق حولها. وبالتالي اعتقد ان المواطن لابد ان يكون شريكا في صوغ هذا الدستور. طيب هسالك سؤال دلوقتي، احنا عندنا حد في التقرير قال عباره، بقول لك هو ليه الناس ابتدت دلوقتي تقول لنا قولوا نعم حتى قبل ما نشوف الدستور؟
طب مش انا اعرف الدستور اول فيه ايه وبعدين اقول اه ولا لا ولا لا؟ ما هو مرسي قال له قولوا نعم وعلي قال لك قولوا نعم عشان اخش الجنه. انا عارف انا مره قلت حاجه، احنا بدل ما نعمل حرج لنفسنا ونقعد نقول نعم ولا وممكن نعم تطلع مش على هوا الناس اللي في الحكم فيقول لك ما، فنقول له خلوها مستكانيوس في ورقه الاقتراع ما تقوليش نعم ولا، قولي مستكانيوس او ايه مستهابيس، فهو محدش عارف يعني ايه مستكانيوس ومش والسلطه بقى تفكر يقول لك والله يلا ينام مستكانيوس اكتر من اللازم احنا نعيد تفسير كلمه انت مش قلقان من ان احنا تاني بنتعامل مع المواطن انه مجرد واحد هيروح يبصم ويعني يتنازل عن حقه في الاختيار والمناقشه؟ يعني نفس يعني للاسف نفس الاخطاء دكتور معتز بتتكرر. يعني في دستور الاخوان 2012 كانت الدعايه دايما قول نعم علشان العجله تدور وعلشان الحياه استقرار. تمشي وعلشان كل حاجه. برضو نفس الشيء الملاحظه اللي جت في التقرير انه لازم نعم كل الايحاءات اللي بتيجي وكان في محاوله للتاثير على قرار المواطن هو لسه ما يعرفش تفاصيل هذا الدستور. واللي هو سامع انه كان في خلافات جوهريه، خلافات حول الهويه، خلافات حول العلاقات المدنيه العسكريه، خلافات حول مسائل عديده، النظام الانتخابي وسلطات رئيس الجمهوريه، ومع ذلك قولوا نعم، قولوا نعم تفلحوا، قولوا نعم تسلموا، وكأنه ما قدمناش خيار آخر، لابد أن العجلة تدور بهذه الطريقة، خيارات الطريق لازم تخلص علشان العالم يغير نظرته عما جرى يوم 3 يوليو. يعني أنا أعتقد أنه في تكرار لبعض الأخطاء، يعني يكفي أو كفى بالناس أن احنا عملنا دستورين في زمن قياسي جدا وناس عمالة تخرج وتصوت وتخرج وتنتخب، ومش عايزين ننسى أنه في استحقاقات تمت وخروج للناس ومشاركة بأرقام قياسية، ولكن كل هذه الاستحقاقات كان مصيرها إلى زوال. يعني رفقا بالمواطن المصري ورفقا بالشعب شلون طلعوا السنه نقول له لا انت غلطت حضرتك، انت مش انت نزلت انتخبت معلش الغلطه ما كانش علشان كده احنا من الشعب. انا قلق على مستوى المشاركه السياسيه. وبالمناسبه المؤشرات الدكتور معتز وحضرتك سيدي العارفين كان في تراجع واضح في معدلات ومستويات المشاركه السياسيه في الاستحقاقات الاخيره اللي تمت. كان في حاله من العزوف، وده اللي انا بسميه الرده السياسية، ان بعد ما قدرنا ان احنا نجتذب المواطن وحزب الكنبة اللي بدأ يتأكل ويتقلص بشكل كبير جدا جدا، يبدو انه هيعود مرة اخرى يكون حزب الاغلبية، حزب الاغلبية الحقيقية في مصر. فاحنا عاوزين المواطن يتصالح مع السياسة، عاوزين ثقته في العملية السياسية وفي الصندوق يعني ترجع بالضبط. طيب انت قلت في النص كلام عن انه احنا بعد الدستور ايام ما كان لا بقى انا احيانا ما اعرفش، انا برضو من الحاجات اللي انا كنت بسأل عليها، هو احنا يا اخوانا لو الناس قالت لا يعني بعد النظر بقى ده كويس ولا وحش، هو يحصل ايه؟ هرجع 2012 ولا رجع 71 ولا ده؟ سؤال مهم للغاية. يعني انا حتى ما شفتش في النقاشات اللي تمت في الدستور ماذا لو رفض حتى لو رئيس الجمهورية، لو رئيس الجمهورية المسودة دي ما عجبتوش يعني مسودة الدستور ما عجبتوش، الوضع هيبقى عامل ازاي لو ان الناس ما صوتتش لهذا الدستور؟ نسبة المشاركة لم تكن على المستوى المطلوب او لم او تحصل على نسبة اقل من دستور 2012، يعني سي انه حصل على 52 او 53%. للاسف ما فيش فكرة الخيارات او الفكرة البدائل. انت مش خايف لكون نظرية الدفاتر دفاترنا والمأزوم بتاعنا والموضوع بقى معانا ونطلع اي ارقام؟ لا، ما اعتقدش ان حالة الردة الثورية رجعت لهذا المستوى. يعني احنا انا شايف ان احنا في تراجع، سقف التطلعات عند المواطن المصري انخفض بشكل كبير زي ما كنا بنتكلم في الفاصل. بعد ما الناس كانت بتقول عيش حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية، ديمقراطية، مدنية، النهارده بقينا نتكلم عن استعادة الدولة المصرية. سقف تطلعات المواطن المصري انخفض بشكل مذهل، وده مؤشر سلبي للغاية. الناس النهارده بتقول لك ايه، انا عاوز الامن وعاوز رغيف العيش، ولا عاوز ديمقراطية ولا عاوز كرامة انسانية. الناس بتقول لك عايز مبارك. الناس بترجع في كلامها. هو انا اسالك سؤال، هو لو مبارك يعني ما هو الانتخابات الجايه دي ما فيش حكم بات على مبارك صح؟ يعني انا متوقع انه يتبرأ، دايما بقول له مبارك يتبرأ تماما، لان مبارك لو اخذ حكم هيحرم من جنازه عسكريه، هيحرم من النياشين، وبالتالي هيئه الدفاع عن مبارك واعتقد انهم شطار جدا، هدفهم الاساسي البراءه التامه حتى يستعيد حكومه. ونزل الانتخابات اللي جايه الرئاسيه تفتكر يكسب؟ يكسب انا معرفش. لا يكسب دي صعبه، لكن هيبقى له مريدوه ومؤيدوه. يعني مبارك مثلا لو قال جمله واحده هرجعها لكم زي ما كانت، اعتقد ناس كتير هو ده الشعار الانتخابي بالظبط، يعني ده زي ما كنا يعني مختزبر ده جمله اعتراضيه هنرجع للمربع رقم واحد. يعني هو لو قال حاجه زي كده اعتقد انه هيبقى ده شعار براق للكثيرين بسبب حاله، يعني مش عايز اقول انتكاسه الثوريه، ولكن حاله الاحباط. الناس اتحركت في ثوره يناير دكتور معتز لاسباب اقتصاديه ومعيشيه، لم تكن الديمقراطيه هي الهدف الاول او الهاي برايورتي بتاعت الناس، وانما كان بالاساس اهداف اقتصاديه. النهارده 3 سنوات، المواطن البسيط العادي جانا ايه من الثوره؟ مفيش امن، الاوضاع الاقتصاديه مترديه للغايه، الاسعار في ارتفاع، الاوضاع غير مستقره، فلما تحصل حاجه زي كده بيحصل شعور بالانتكاس لدى المواطن من هذه الثوره، وبالتالي احنا عايزين نعيد الثقه الى المواطن، نعيد الزخم الثوري. صح ان الثوره لسه مستمره، من الصعب الحكم على مستقبل ثوره يناير والموجه الثوريه اللي لحقت بها في 30 يونيو، ولكن يعني بيبقى في ومضات على الطريق بتعطي امل للناس بانه الثوره لا تزال مستمره وان هناك امل في تحقيق اهداف هذه الثوره. طيب. الناس متعطشه
الى ان تلمس ولو ثمره وحيده من ثمار هذه الثوره. طيب دلوقتي احنا عاملين زي الايه مدرب الاجنبي كده، نجيب احسن مدرب في العالم وتعالى اقول له درب المنتخب المصري او نادي من الانديه المصريه، يقول لك ايوه بس ما هو اللعيبه ما فيش فيه لياقه بدنيه. انت ما عندكش الملعب، ما فيش فيه، ما فيش ملعب، يعني الملعب ده حفر وبتاع وكلام. انت لو عملت عقد الدستور كلام عن انتخابات ولا اخره، وانت عندك احزاب يعني، انا بسالك، انا ما اعرفش افكر معايا، هو انت عندك احزاب يعني في الاخر خلاص تشيل الشيله دي، ولا الناس هتقول لك طب وانا اعمل ايه، ما انا هنتخب الراجل اللي كان موجود معايا، فيرجع لك حد اما كان حزب وطني قبل 25 من 25 يناير او حد كان الاخوان ولا طب وبعدين، طب ما انت ايه الانجاز اللي انت عملته بقى في القصه دي كلها؟ الحقيقه طبعا دي عندنا مشكله، احنا عندنا ازمه في اللاعبين. يعني انا اذكر مره لما كانت مصر بتاخد بطوله افريقيا لثلاث مرات ورا بعض، بيسال مدربين الاجانب انتوا ليه ساكتين على المنتخب المصري مش بتاخدوا لعيبه من مصر؟ قال له اوكي وممكن يعمل انجازات بس مش لاعب محترف. قال له ايه مشكلتك مع اللاعب المصري؟ قال له القرار قدام في 18 ما بيعرفش ياخد قرار. عشان كده احنا اكتر منتخب في الدنيا ممكن يبقى في 18 ضايع اهداف، بره بياخد القرار وبيخلص على طول. فاحنا عندنا مشكله، ما عندناش لاعبين، عندنا ازمه لاعبين. عندك 84 حزب سياسي موجودين دلوقتي، الناس ما تعرفش اساميهم. للاسف الاحزاب الجديده اللي نشات بعد ثوره يناير ورثت الامراض العضال التي كانت تعاني منها احزاب ما قبل 25 يناير، الشخصنه وغياب والجمود البرامجي والبعد عن الجماهير والجفاء. طب احنا تاريخنا كله تقريبا كان فكره حزب الدوله، ان الدوله بتسيب الامر للمجتمع بيطلع لك الاحزاب الموجوده دي. طب انا اجيب ده، انا كفاءة من وجهه نظري بقى، الكفاءات والناس اللي عمرها ما هتدخل في السياسه الا من خلال الدوله، طب ما نعمل حزب، سواء حزب وطني ولا اتحاد اشتراكي ولا اي مكان. طب السؤال، هل مصر بحاجه لحزب دوله؟ انا اعتقد انها بحاجه الى مينستريم او تيار عام افضل من حكايه حزب الدوله. لانه تجربه المصريين المريره مع جبهه التحرير والاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي وبعدين حزب الحريه والعداله والجماعه والكلام ده، اعتقد انه ترك اثار سلبيه وهي تجربه مريره بالنسبه للمصريين. لذلك اعتقد اننا بحاجه الى تيار عام يعني يضم ناس من المخلصين الوطنيين اللي هم حريصين على مستقبل هذا البلد، ما لهمش تاريخ سلبي ملوث بتقلبات سياسية أو تورط في فساد أو ما إلى ذلك، يكون على عاتقهم يعني قيادة عملية تحول ديمقراطي حقيقية واستكمال أهداف الثورة. هذا التيار العام يتسع لكل الفئات العمرية، يتسع للجميع، ما لم يكن من بين أعضائه من تورط زي ما قلنا في أي خروقات أو فساد أو ما إلى ذلك. أفضل من مسألة حزب الدولة، لأن أولا نظرة المصريين الأحزاب فيها حالة من التشكك، لأنه التجربة الحزبية عندنا فاشلة بكل المقاييس. نعم. فكرة حزب الدولة التجربة كانت سلبية للغاية وكانت مؤلمة للغاية. لذلك التيار العام أو المينستريم أعتقد أن بناء هذا التيار نحن في أمس الحاجة إليه. شكرك بشير، شكرا جزيلا. شكرا، أنا دايما بتعلم منك يا فندم. اشتروا حضراتكم مجلة اسمها مجلة الديمقراطية، بتصدر عن الأهرام، فيها جهد مخلص جدا جدا جدا، وإحنا محتاجين نتعلم ونتثقف. هقول حضراتكم ايه، هقول النهارده تم انجاز خطوه مهمه في ان بقى عندنا وثيقه اسمها تعديلات دستور 2012 في 2013. جيد، لا توجد مشكله، امريكا عملوا الدستور وبعديها بسبع ثمان شهور عدلوا اهم 10 مواد في اللي هي بيسموها بيل اوف رايتس او وثيقه الحقوق المدنيه. اي في اي مكان في تعديلات حصلت، عايزين بقى نبص للمستقبل. انا بكرر هذه العباره وانا معلش عارف انها ممله، وينستون تشرشل بعد الحرب العالميه الثانيه، لو تركنا الماضي يصارع الحاضر فسيضيع منا المستقبل. أرجوكم نفكر في بكرة. هذا ما أمكن إراده وتيسر إعداده وقدر الله لنا قوله. شوف حضراتكم على خير بكرة إن شاء الله.